كده قال لي على بالك امين 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 يموت على الطلعه، امين ما يشتيش الحطه ما يشتيش مرته الاحمر وكون يسبني قال هاي معلش. كاينه حاجه ثانيه، كاينه حاجه والله العظيم يا جماعه، كاينه حاجه راهي هذا النهار راهي في الجزائر والله العظيم. ها اللحم اكسوم الكارني الفيوند اللحم شحال راه يدير؟ شحال راه يدير؟ عطلة ايه نعود هيا روح روح اوب اللحم نبدأ في اللحم. اللحم اللحم الفيوند الكارني اكسوم 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 البشيشة كي اللي يسموها البشيشة الشحام اللحم شحال راه يدير الهبرة شحال؟ 70 ألف 700 دينار وكاين بلايص 65. خلي الزوال ياكل، خلي الزوال ياكل، موت يا السمسار موت يا السمسار بالقنطع، موت يا السمسار بالقنطع، ولي للعنق اعطيني اللحم والله يا جماعه يصبح هاولع اللحم ب70 تاكل ب75 تاكل اطلق اطلق يعني اطلق نحن نوي نحن فعلا ايه نحن خلي اللحم اللحم ها شوف 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 هذه حقيقه اللحم ب75 ب78 وب70. تلاقيت مع واحد لول البارح دار عرس شرا قنطار شرا قنطار ب 7 ملايين والله العظيم يا جماعه دار عرس شرا قنطار ب 7 ملايين ايه 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 7 قنطار ب 7 ملايين لو كان شراها ب 200 ب 20 مليون هذيك 13 مليون هذيك راه يدير بها اسواق ايه هاني 78 لحم العجل بدون عظم مستورد. نقول لكم حاجه والله يا البناقه خرافيه وكاين ناس راهي تحل في فمها كاين ناس ما مش حابين الزوال ياكل اللحم واش يقول لك اللحم هذا ما على بالناش مين جاي زعما اللحم اللي مول تاكل انت على بالك مين جاي والله ما على بالك واش تاكل والله ما على بالك واش تاكل من الاخر زعما اللحم اللي تشري من جهه واحده اخرى على بالك مين جاي والله ما على بالك مين جاي خلينا ديزاجين نعرفوا بعضنا يا وليك اللحم فريكش فريشك فريكش وفريشك خلي زوالي ياكل انا السؤال اللي راني راح يهبني كاين ناس راه غايضه الحال انا راه غايضك الحال ان شاء الله يا ربي اللحم يولي يدير 20 ألف فاميل وانا من هذا المنبر نوجه رساله شكر رساله شكر لكاع لي زاجيريان اللي كانوا سبه به اللحم ولا يدير 70 و75 والله العظيم غير رساله شكر الله يحفظكم يا وليدي الله يحفظكم يا وليدي اللحم هذا راه خلاص حتى المواطن نساه كاع كاين مواطن نسى اللحم كيف داير ولا غنساه ولا ما يدخلش البوشي يبان اليوم اللحم راه 78 75 70 ايا خليه ياكل الزوالي بصحته الله يسهل عليك انت اللحم تاعك مقيوم لك ب 200 ولا 500 واش عندنا فيك انت عام حياتك كامله وانت تدي في الفائده كي عاد المواطن ياكل باللحم ب 78 هذاك الحال اخبط راسك الحيط اللحم ب 78 و75 اللي عجبو الحال عجبو ما عجبوش اخبط راسه الحيط هذا ما كان او هذا اللي صوني حسيته في قطعه تاع اللحم نعاود رساله تاع الشكر للمسؤولين اللي كانوا سبه به اللحم راه يدير 70 و75 هذا ما كان هاتي نطلع اللحم لا ما نطلعش اللحم لا بس ما نطلعش اللحم نطلع وزارة التجارة هتضرب زيد الوزارة التجارة وزير التجارة زيد وزير التجارة زيتوني وزير الفلاحة سي شرفة الخضراء قلت لك الخضراء ناس بالنهاكي هيا روح وزير الفلاحة شرفة زيد الوحدة اطلق